خلونا نشوف أول مثال في هذا الموضوع، وهي عبارة عن دائرة كهربائية بسيطة. قبل ما ندخل في الدائرة الكهربائية في المثال، خلونا نشرح مع بعض إيش هي الدائرة الكهربائية، وهذا الكلام مهم جدا لهذا الكورس أو عموما للمهندس الكهربائي اللي يدرس هندسة كهربائية. الدائرة الكهربائية حقيقة ما هي إلا الرمز اللي أنتم قاعدين تشوفه. طبعا عندنا symbols أو يعني عناصر مختلفة تتكون منها الدائرة، ولكن احنا راح نتكلم الآن عن أبسط شكل هذه الدائرة. عندنا الرمز هذا الأول اللي هو يمثل لنا شكل المصدر الكهربائي. الحقيقة هنا يعني خطأ بسيط، احنا نتكلم هنا عن تيار مستمر، لذلك هذا الرمز ليس بصحيح، فقط احنا ممكن نعطيه الإشارة الزائد ناقص، أو تقدر تستخدم السيمبل البسيط هذا اللي هو عبارة عن خطين، الخط العريض أو الكبير هو الزائد، الخط الصغير هو الناقص، زي بطارية مثلا. أيضا عندنا المقاومة الكهربائية ويرمز لها بهذا الخط الزجزاج المتعرج، ويعني تعارفوا عليه بالرمز هذا، لكن في بعض الكتب إنها تعمل المقاومة على شكل صندوق مستطيل، أيضا يعني هي نفس المعنى. عندي الخط الموصل ما بين المقاومة وبين المصدر، هذه هي الأسلاك الكهربائية أو الموصل. ودائما وأبدا إحنا في قوانين الأوم وتحليل الدوائر الكهربائية، إحنا نفترض إن هذا الموصل مقاومته زيرو، يعني ما له أي مقاومة. طيب إيش هذا الآر؟ الآر هنا تمثل لنا الحمل الكهربائي، مثلا هنا قال لك 100 واط لايت بالب. إذا هو أعطاني اللمبة وأعطاني قدرتها، هذه لو تذكرون إيش هي ال 100 واط؟ هي الباور، لو تذكرون الواط هو الباور. إذا هو أعطاني في المسألة إيش؟ أعطاني قيمة الباور في الواط 100 واط، وأعطاني أيضا الفولت الفي، إذا الفي أعطاني قيمته 115 ار ام اس، وهذه القيمة حقيقية. النقطة هذه المفترض إنها تكون دي سي وليس اي سي. ممتاز جدا. اذا في هذه الحاله الدائره هذه بسيطه، وان شاء الله انه نقدر نحللها بشكل سهل. ايش هو المطلوب؟ قال لي اوجد قيمه الار ديترماين ذا ريزيستنس، يعني يبغى قيمه الار بالاوم. ليش؟ لانه اعطاني ال 100 واط الباور واعطاني الفولت. فاحنا نعرف قانون أوم له عدة صيغ، الحقيقة مهم جدا نعرف هذه الصيغ. الصيغة الأولى إن عندنا أبسط علاقة وأول علاقة شفناها مع بعض اللي هو الـ I مضروبة في الجهد، وهذه شفناها في المحاضرة السابقة، المحاضرات السابقة. لكن أيضا هنعرف قانون أوم يساوي I مضروب في الـ R. الآن لما نعمل mix between to these formulas we will get to another definition for power، يعني راح نحصل على قانونين أخرى للقدرة. طيب كيف؟ خلينا نعوض ال V بقانون أوم هنا في المعادلة هذه، أخلي ال I زي ما هو، لكن مكان ال V راح أحط هذه المعادلة، لأن نعرف أن ال V عبارة عن I في R. جميل جدا، إذا صار عندي I مضروبة في R، I في I صار القيمة I سكوير أو تربيع وال R. صار هذا هو القانون اللي راح نحل فيه، صار جاب لي علاقة ما بين القدرة وما بين التيار وما بين المقاومة. جميل جدا، لكن عندي أيضا علاقة أخرى أقدر أعملها، اللي هي لو حاب أعوض مكان الـ V بقيمة أخرى، عفوا الـ I بقيمة، ونحن نعرف قانون أوم هذا القانون، أقدر أجيب منه قيمة الـ I كم؟ عبارة عن V تقسيم R، وبرجع المعادلة الأولى أقول الـ V راح أخليها زي ما هي،
لكن راح أعوض مكانها بالمعادلة الجديدة. إذن الـ i حخليها v على r، هذا راح يعطينا معادلة جديدة اللي هي v مضروبة في v، فيعطيني v square تقسيم r، وهذه هي المعادلة الثالثة. إذن هذه معادلة، هذه معادلة، وهذه معادلة أيضا، صار عندي ثلاث معادلات. طيب أي معادلة من الثلاث؟ شوف الأشياء اللي متوفرة عندك في المسألة، عوض فيها راح يعطيك القيمة المجهولة. مثلا هنا أعطانا، لو حاب أستخدم مثلا القانون الأول الـ I في الـ V، حقيقة ما يفيدنا كثير لأنه هو طالب المقاومة الـ R، فالقانون هذا ما في مقاومة أصلا. طيب القانون الثاني اللي هو هذا، البي يساوي اي سكوير تايمز ار. اوكي الار موجوده، البي موجوده، لكن الاي او التيار اصلا ما هو موجود، يعني ما اعطاني، فايضا هذه ما حنستفيد منه. فاللي حنستفيد منه اللي هو هذا القانون، عندي البي وعندي الفي في المساله، عندي الوات، عندي الجهد، اقدر اجيب منه الار، هذا هو اللي عمله في هذه المساله. طبعا هو جاب علاقة الـ R، قال إنه الـ R تساوي من القانون هذا تساوي الـ V square على الـ R. فالـ V square يعني الـ 115 اللي أعطانا، ربعهم على الواط الـ 100، هنحصل على المقاومة بوحدة الأوم. طبعا ممكن أحيانا نكتب الرمز وممكن نكتبها يعني كتابة. حقيقة هذا هو أول تطبيق لهذه المسألة، وهي على بساطتها إلا أنها مهمة وخلتنا نستنتج معادلات القدرة المختلفة. طيب خلونا بس نراجع مع بعض. أنا قلت لكم أن المواد تختلف الريزستيفيتي أو قيمة الرو حقها باختلاف يعني المادة الموصلة. لاحظ على سبيل المثال عندك السيلفر أو الفضة هو 1.6 في 10 أس ناقص 8، وهو طبعا نوع موصل. الكبر او النحاس 1.7، اذا واضح ان السيلفر موصليته عفوا مقاومته النوعيه اقل. ايش يعني؟ انه عند اذا اخذنا 1 متر من السيلفر من الفضه، 1 متر من النحاس، ان السيلفر حيكون يمرر تيار اكثر. ليش؟ لانه مقاومته النوعيه اقل عند نفس الظروف. الالمنيوم ياتي بعد المقاومة أعلى من الكبر وأعلى من السيلفر، يعني أعلى من النحاس والسيلفر، وبالتالي مقاومته النوعية أعلى، وهذا اللي يخليه موصليته أقل منه. الذهب مثلا 2.5، الذهب أفضل من الألمنيوم، ولكن يعتقد أن نعرف سبب أنه ليش ما نستخدم الذهب، لأنه تكلفته غالية. بعد ذلك حتروح تشوف المواد، أنه لاحظ هنا الأرقام كلها مضروبة في 10 أس ناقص 8، يعني أعداد جدا متناهية في الصغر. ليش؟ لأنها موصلية كوندكتور. أما المواد الغير الشبه الموصلة زي السيليكون والجرمانيوم والكربون، فقيمهم صح إن مقاومة النوعية صغيرة، لكنها أكبر من الموصلة. فلاحظ هنا 4.1 في 10 ناقص 5 47 6.4، فأفضل يعني أكثرهم مقاومة هو السيليكون، مقاومته النوعية أكثر، وهذا الشيء يخليه يعني شيء غير يعني جيد في التوصيل. أما العوازل فستجد أن مقاومتهم النوعية عالية جدا. ليش؟ لاحظ الأرقام اللي مضروبة فيها 10 أس 10، 10 أس 11، 10 أس 12، وهكذا، زي الورق، البيبر، المايكا، الجلاس أو الزجاج، التفلون، كل هذه مواد عازلة وتستخدم عندنا في الكهرباء العزل. هذه هي ببساطة الصفحة هذه توضح لنا خصائص أو علاقة المادة، سواء كانت موصلة أو شبه موصلة أو عازلة، في ما يسمى الريزستيف. هذا الشيء يخلينا نتكلم أيضا عن شيء أساسي، وهو ليش بعض الموصلات يعني أفضل من الموصلات الأخرى. على سبيل المثال ليش النحاس مثلا مستخدم بكثرة؟ السبب هو
انه لو هذه ذرة مثلا نحاس، طبعا ذرة النحاس السبب في خليها يعني موصليتها جيدة هو انها فيها الكترونات حرة. يعني لو عندي سلك نحاس، فان السلك هذا مكون من ذرات النحاس، كل ذرة فيها كمية أو فيها إلكترون حر، يعني ما هو محتاج طاقة كبيرة لأنه يتحرك. على عكس هذا الكلام لما نتكلم عن العوازل وأشباه الموصلة، فغالبا يكون الإلكترونات الحرة قليلة أو حتى معدومة، وهذا اللي يجعلها غير قابلة للتوصيل بشكل جيد. أكتفي بهذا الجزء وننتقل للمحاضرة الجاية.